أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمراً باستضافة مئات الحجاج من اليمن والسودان حسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية. وقالت الوكالة أن أمر العاهل السعودي يشمل 1500 حاج من ذوي شهداء الجيش اليمني والقوات السودانية المشاركة في عاصفة الحزم وإعادة الأمل في اليمن. وجاء أمر الاستضافة ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين لحج هذا العام الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. وأكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة عبد اللطيف آل الشيخ أن صدور هذا الأمر من خادم الحرمين الشريفين يأتي امتدادا لأعماله الجليلة ومكارمه المتواصلة تجاه المسلمين بشكل عام وذوي الشهداء بشكل خاص.